وبأول مساحاتنا الصباحية حنروح للمساحة الطبية، ودائما نحن بنعرف انه هي العين اكثر عضو حساس بالجسم، ودائما يمكن اي شيء خارجي بيأثر عليه بشكل مباشر، ان كان بالجو ان كان بالغبرة، فما بالك بالامراض الثانية يعني. صحيح رشا، وفي بعض الامراض بتكون هي كثير شائعة مثل الماء الابيض بالعين، كثير بنسمع فيه وكثير اشخاص ممكن ينصابوا فيه. أكيد نرمين، اليوم رح نخصص مساحتنا لنحكي عن مثل ما بنقولها بالعامية المي البيضاء بقلب العين، شو هي هي المي وإيمت الشخص بينصاب فيها، شو هي رحلة العلاج وشو الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض، إيمت ممكن نحن نلجأ للجراحة والطبيب، معلومات كثير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم الدكتورة سوسن الأحمد وهي أخصائية بالأمراض العين وجراحتها. سعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا. اهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا هيك نعرف المشاهدين شو بنقصد بالماء الابيض بالعين. هلا الماء الابيض هو الاسم العامي بالنسبه لنا هو الساد. هلا هي العدسه او البلوره تبع العين هي المسؤوله بشكل اساسي انها تجمع الاشعه الصادره من الخيال وتمحورها على الشبكيه لتجي على مركز النظر. هي البلوره بتكون شفافه عاده، مفروض مشان تكون هي طريق المرور للاشعه. لأسباب متعددة ممكن تتكثف هي البلورة وتتغير طبيعة البروتينات اللي بتشكلها، فبصير في عنا تسمك فيها وتبدل بطبيعتها، فبتصير بتعمل حجب لرؤية للرؤية يعني للخيال، بتعمل تشوش رؤية. هي هيكون حجب كامل دكتورة؟ بالتدريج. بتدريج الحجب عادة يعني بالتدريج، ما بصير فجأة كات، لا بصير بالتدريجيا بتتطور شوي ولا شوي لأسباب متعددة، فبتتطور لحتى تعمل بتوصل ممكن توصل لمرحلة الحجب الكامل في حال إهمال المريض بمراجعة الطبيب أو خوفه من إجراء العملية، فممكن توصل لمرحلة الحجب الكامل وللعمى كمان ممكن توصل. طالما حكينا بتعريف عام خلينا نروح اليوم للأسباب، شو هي اليوم اللي بتخلي المريض يوصل لهي الحالة؟ هلا الاسباب متعدده. هلا هي اولا مع تقدم العمر ممكن تصير بشكل طبيعي، بس في حالات بتزيد احتماليه انها تبلش بعمر اصغر، يعني فوق الخمسين عاده متوقع انه يبلش عنا تطور المي البيضاء. مثل لما بشيب الشعر، مثل ما بتجعد الجلد، نفس المبدا، هي من علامات التقدم بالعمر للاسف. مع انه عمر الخمسين ما هو العمر الكبير، بس في حالات ممكن تظهر بهيدا العمر. الامراض بشكل اساسي هي السكري، ارتفاع التوتر الشريان، يعني السمنة ممكن تكون سبب، في أسباب تانية مثلا التدخين، تناول الإفراط بالتدخين، طبعا الإفراط بتناول الكحول، أدوية معينة، ممكن حتى الأشعة المؤينة، الأشعة فوق البنفسجية، التعرض لأشعة الشمس، ممكن الردود في حالات ولادية كمان بتكون خلقية نتيجة حالات وراثية أو حالات إصابة بأمراض معينة للجنين داخل الرحم، نسميه تناثر تورشا، مجموعة أمراض ممكن تنصاب فيها المرأة الحامل. فهي أسبابها متنوعة ومتعددة، يعني هي المراجعة الدورية للمريض هي اللي بتكشف، للطبيب هي اللي بتكشفها. طيب دكتور عرفنا نحن شو الماء الأبيض بالعين وحكينا شو أسبابه، خلينا نحكي أكثر عن أعراضه بشكل مفصل. هلا بشكل رئيسي العرض الرئيسي ممكن يشكي المريض تغيرات بالساحه البصريه، مثلا تشوش رؤيه، بتصير الرؤيه شوي ضبابيه تدريجيا، شوي شوي بتصير ضبابيه، ممكن تكون على شكل تغير حتى برؤيه الالوان لانه الانكسار الضوئي بيتغير، فممكن يصير تبدل برؤيه الالوان، ممكن حتى يصير يشوف هالات حوالين الاضاءه، خصوصي بالليل اذا سائق عم بيشوف، بصير بيشوف حالات حوالين ضوء السيارات، يعني بصير يشوف هيك. بتتدرج، هي تدريجية بتتطور شوي ورا شوي لحتى تحجب الرؤية نهائي. اليوم عم نحكي عن عمر معين؟ الحقيقة هو يعني كبار السن أكثر عرضة من الأطفال، بس ممكن نشوفها عند الأطفال وممكن نشوفها بأعمار صغيرة أو بعد الردود مثلا، ممكن يعني نشوفها معنا نادرة يعني. طيب ذكرتي نقطة الوراثة، إيمت اليوم ممكن تبلش عند الخلق؟ بالطفولة ممكن تكون؟ بالطفولة طبعا حتبلش. ممكن تكون خلقية. هلا هي بالخلقية أو الولادية هي ممكن ما تشوفها، في حالات مع ولادة الطفل منشوفها، وهي حالة كتير مهمة أنه تتشخص، بيكون بالأم بتشوفه يعني ترضع ابنها مركز الحدقة أبيض، يعني بتكون متطورة دغري، يعني متطورة بالحياة الجنينية، هون المفروض بأسرع ما يمكن أنه تنحل المشكلة مش عم تعمل كسل وظيفي بالعين، يعني بأسرع ما يمكن المفروض يراجعوا الطبيب. ممكن لا تكون خلقية بشكل بسيط تتطور تدريجي، ما بتظهر أعراضها للعقد الرابع من العمر، يعني ما بتظهر فوراً، بتتأخر كتير لحتى تعطي حجب للرؤية، تأثر
تأثر على القدرة البصرية. ممكن حالات مثلا مثل أمراض معينة بالعشرينات لتظهر مثل التهاب الشبكية الصباغي، يعني كل حالة مرضية إلى فترة معينة بتظهر فيها المي البيضة حسب إذا مرافقة لها المرض. طيب دكتورة، كثير أمراض بتزداد خطورتها مع حالات الإهمال أو اكتشافها بوقت متأخر، خلينا نحكي اليوم عن عوامل الخطورة للمي البيضة بالعين، وهل هي ممكن تسبب العمى؟ هلا اول شيء ممكن عن جد تسبب العمى اذا اهملت، اذا اهملت ممكن توصل لمرحله العمى، لانه المي البيضاء مثل ما قلت هي تكثف باللوره تبع العين المسؤوله عن الرؤيه، بتزداد الكثافه بالتدريج، ممكن توصل لمرحله لرفع ضغط العين، ارتفاع ضغط العين ممكن ياثر على العصب البصري وممكن فعلا يفقد المريض الرؤيه، ممكن توصل نتيجه الإهمال أنه تتلين، وحتى ممكن في حالات ممكن تفتح ضمن العين يعني. فهي حالة مهمة، هي سهل الممتنع، إذا كشفت بشكل مبكر علاجها كتير سهل وبسيط، إذا أهملت فهي مشكلة. هلأ العوامل الخطورة، أهم عامل بدي أحكي عنه هو الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة بي من أشعة الشمس، لهيك لبس النظارة الشمسية هو مو إكسسوار ولا غوى ولا هون حماية. عنا بلاحظ أنا من مرضاي يعني مثلا لما بدهم يعملوا أي عملية بيشارطوني من قبل العملية قدي بدنا نلبس النظارة الشمسية. أنا دايما جوابي أنه لازم نلبس نحن النظارة الشمسية بشكل طبيعي، تكون ضمن يعني نظام الحياة تبعنا، لأنه هي فعلا بتوقي العين وبتحميها من كتير أمراض. طب دكتورة، كونه عم تحكي عن موضوع النظارة الشمسية، في بالصيف أغلبنا يمكن يعني بيحتاج أنه يلبسها، ولكن بالشتاء كمان الواحد بحاجة حتى الهواء البارد يعني بيكون في تأثير. طبعا حتى هذا الهواء البارد له تأثير على العين، بنشفها وبجففها. فهي النظارات ألوان، يعني النظارة الشمسية مو كل ما كانت سودة معناتها هي حمت أكثر، لا، هي نوع البلورة طبعا النظارة الشمسية أنها تمنع أنه توصل الأشعة المؤذية للعين. فما بيهمنا لونها، ممكن يلبس نظارة فاتحة، في نظارات شمسية بيضة، فكتير مهم لبسها للنظارة الشمسية. من الوقاية أكثر هو مرض السكر، ضبط السكر بشكل جيد كتير مهم بالوقاية، والمراجعة الدورية بالحالات الأمراض المختلفة، يعني كل حالة مرضية إلى وقت مراجعة للطبيب. فالمراجعة الدورية، الفحص مع توسيع الحدقة، لأنه كتير مهم أنه يكون الفحص العيني مع توسيع حدقة، اللي هو بيكرهوه المرضى لأنه في قطرة وبيقعد نص ساعة عند الطبيب، بعدها في تشوش رؤية تقريبا حسب نوع القطرة، ممكن يعني أسهل الأنواع هي ساعتين لأربع ساعات تشوش الرؤية، ممكن يعترض المريض، بس هو إجراء كتير ضروري ومهم للتشخيص. طيب ذكرتي نقطة دكتورة، قلتي ممكن بمرحلة من مراحل المرض المي انه تنثقب بقلب العين او تعبي العين، خلينا نوضح كيف ايمت بيوصل المريض لهي المرحلة، وشو بيكون المنظر العين بشكل خارجي، يعني كيف بتصير؟ هلا هو اللي بيوصل لهالمرحلة نتيجة الإهمال، في مرضى بيتخوفوا من العملية، في يعني المشكلة انه نحن مريضنا بيثق بجارته بتجارب سابقة يعني تماما، فبيعتمد على تجاربهم أكثر ما بيثق بكلام الطبيب، فبيهمل وبيتخوف، في منه بيكون إهمال، في منه بيكون تخوف من العملية بحد ذاتها، فنتيجة الإهمال ممكن فعلا تنسقب بضمن العين. أعراضها أنه هي بترفع ضغط العين، بتحمر العين، ممكن يصير ألم بالعين، ساعتها يعني واضحة كتير بتكون الحالة. تصير العين بيضة؟ العدسة؟ لا، العدسة بيضة، يعني العين ما بتصير بيضة لأنه هي البلورة وراء القزحية اللي بتعطينا اللون، بصير مركز القزحية أبيض، هي بالساد الأبيض، مو بهي الحالات بالساد الأبيض، يعني هي الناضج، المفرط النضج بنسميه، بس بيكون واضح يعني للرؤية؟ بيكون واضح طبعا، وفي حجب كامل للرؤية، بيكون واضح فرق الرؤية بين العينتين. هني عادة ثنائي الجانب المي البيضة، بس دائما أغلبية الحالات بتتطور بعين قبل الثانية، وبلهيك المريض بيطنش، بيكون معتمد على العين الأفضل، بيعتبرها الأفضل، بتكون قدرته البصرية فيها متدنية، بس هي بالمقارنة مع العين الأخرى فهي أفضل. طيب خلينا نحكي مع حضرتك أكثر عن موضوع العلاج، هل هناك علاج دوائي ولا الجراحة هي الحل الوحيد لهي الحالة؟ هلأ للأسف هو ما في علاج دوائي حاليا، عم يناقشوا فكرة أخذ قطرة معينة لتأخر ظهور المي، مو لحتى، بس إذا صارت المي وتشخصت ما في إلى علاج غير جراحي. هلأ الجراحة هلأ تطورت كتير، والحل الجراحي صار كتير سهل. أول شيء عملية بتنعمل تحت التخدير الموضعي بشقة كتير صغير بدون أي قطب ذاتي الإغلاق، بتنعمل الناس بسموها بالليزر، هي بالفاكو يعني بالأمواج فوق الصوتية، وبتم حقن العدسة حقن ضمن العين من جرح تقريبا 2.8 ملي مو أكتر، والرؤية بتكون من ثاني يوم جيدة، يعني المريض بيفرقها،
فكل ما انعملت بوقت مبكر كل ما كان فرصته باجراء الفاكو افضل. احنا عم نحكي عن التاثير السلبي للالكترونيات، ان كان موبايل ان كان شاشه التلفزيون، العادات الطويله. كنت عم اقول لنرمين انا امبارح كنت بهذا الوضع، يعني انا عيوني صار عندي ضغط بوجع فظيع بقلب العيون يعني، وانا بعرف اني من الموبايل يعني، بس انه كنت عم اشتغل شيء ما تركت يعني، كفيت يعني رغم كل وجعي. كنت عم تشتغلي قبل النوم؟ ايه تماما. هلا اهم نصيحه واول نصيحه بدي اعطيها للكل، انه قبل النوم بنص ساعه انه نحن ما نقعد على الموبايل. يعني القعده على الموبايل قبل النوم بنص ساعه بتاثر على نقل السيالة العصبيه للدماغ، فبتاثر على الخلايا العصبيه وممكن تسبب اتلافها. شوفي هالمعلومه شو مهمه، يفضل تمسكي جريده، ورقه، مجله، كتاب، اي شيء، هي اهم شيء. ثاني شيء والحقيقه الموبايل نحن لازم نستخدم موبايل، تاب، سمارت، كل الأجهزة السمارت، الكمبيوتر، كل هاي الأجهزة لازم نستخدم كرسي قابل للتعديل لما نقعد عليه، وتكون المسافة على الأقل 50 سنتيمتر. تمام. كمان تكون زاوية الرؤية جيدة 20 درجة مشان تقلل من الأذى تبع هاي الأجهزة. لازم يكون الضوء جنب الجهاز الكمبيوتر مو وراه، هذا بيقلل من انعكاس الضوء على الموبايل. لازم تكون الإضاءة بالغرفة جيدة جدا. طبعا احنا ما بنتقيد بهدول التعليمات كلهم، يعني انا بعرف اشخاص بيناموا هن عم يتابعوا فيلم او شيء على اليوتيوب، يعني فبتلاقي اضاءة الموبايل بقلب عينك، بتلاقي المسافة كثير قريبة يعني. لا يعني رش حتى حالة الادمان انه مو بس من ننام وهو لجنبنا، من في هيك يعني بالليل بنشرب مي او شيء من شيك، يعني بدنا شي ربع ساعة هيك جولة بالموبايل، انه على اساس هلا نحن هيك حيكون عندنا مسجات وشغلات مهمه. طيب دكتوره خلينا نرجع لموضوع المي البيضاء بالعين، كنت عم تحكي بموضوع العلاج انه العمليه هي ما بتخوف، جراحيه ما في علاج دوائي، وانه يعني حاله بسيطه اذا بدنا نقول انه الاجراء يعني صار بيتم تحت تخدير موضعي. المريض يعملها بالوقت المبكر والمناسب، لانه الامواج فوق الصوتيه ما بصير نحن تعلى للحد اللي ممكن يأذي القرنية. فإذا أهمل المريض وإذا تأخر بالعلاج ساعتها بيكون الحل جراحي من شق أكبر، كمان منشيل المي ونزرع عدسة. هو المشكلة بس إنه في قطب، هي القطب بدنا تقريبا 2.5 شهر حتى نفكها، فسرعة تحسن الرؤية بعد العملية بتكون أبطأ بالجراحة بالمقارنة مع الفاكو. يعني هي هلا حاليا بتطور العلمي اصلا الجراحه الفاكو صار احيانا لبعض الحالات هو جراحه انكساريه، لانه هلا طلعت انواع من العدسات هي بتسمح بالرؤيه القريبه والبعيده. نحن بالليزك مشكلتنا مع الاعمار فوق ال50 انه نحن فينا نصلح الرؤيه البعيده كنا، بس القريب بده يضل يحط نظارات. هلا صار في عدسات تسمح بالرؤيه القريبه والبعيده، فصارت تعتبر جراحه حل للمشكله الانكساريه عند المريض لحياته اليوميه، صارت حل مريح جدا، خصوصي انه هي جراحه امنه اذا عملت بظروف صح، بظروف عقامي صح، خطيره العدسه المناسبه لطبيعه حياه المريض ولنوع عمله. في انواع يعني بحر من العدسات بطريقه عملها، بقصد مو بماركاتها، بقصد بطريقه عملها، صار في خيارات كثير كبيره ومفتوحه. طيب دكتورة اليوم فك القطب كمان بنفس الطريقة تخدير وتخدير موضعي للمريض، أو كيف حيكون فك العدسات القطب يعني كمان حيتعرض للتخدير اليوم؟ ما بعرف نرمين، أنت دائما بتحكي بموضوع القطرة أنه بسيبك تجفاف بوقت من الأوقات. أنا من الأشخاص اللي عملت عملية ليزك ف6-7 سنين لهلأ بحس في موضوع الحرق أو رفرفة، يمكن دكتورة بيقولوا لي يمكن هي في نتيجة جفاف بالعين صحيحة؟ ايه هلا هو المريض الليزك من المرضى اللي كمان كتير بننصحهم ينتبهوا المرضى. لما سألتيني عن الأجهزة المحمولة، مريض الليزك بالذات أكثر معاناة بعد العملية هو الجفاف. صحيح. فلهيك بعد شوي عن موضوعنا بس مشان نوه على النقطة، لما بتضطري تقعدي رشا على الموبايل كتير خلي قطرة الترطيب جنبك، كيف كاسة المي قدامنا قطرة الترطيب جنبنا كل ساعة تقريبا ساعة وشوي نقطر يعني نرطب. دكتورة هي مو بس لأنه مشكلتها لهي الأجهزة أنك أنت مثلا عم تشتغلي شيء عادة نحن بالدقيقة بنرف بين 12-15 مرة، لما بتقعدي بتصيروا 3-4 مرات، والرفيف هو اللي بيرطب العين، هو اللي بيفرش الدمع على سطح العين. فلما بتخرف
بخف عدد مرات الرفيف وبتكوني عم تركزي فبتخف عدد المرات فبصير جفاف اكثر. فمشكلتك بس بالجفاف يعني قطري. طب اذا لا نحن هون نحن عم نحكي بحالات رف كبيره يعني بتصير هون بيكون درجه الجفاف عاليه شديده بدها ترطيب تراكمي تأثير تراكمي، جفت ما رطبتي جفت ما رطبتي. فدائما خصوصي بانقلاب المواسم نحن عندنا يعني خصوصي مثلا بننتقل فجأة من الصيف للبرد ما كثير عندنا انقلاب تدريجي فهدول بهدول بين الفصول يعني الجفاف بالبرد مثل الحر نحن بنفكر بس الشمس بتعمل جفاف اثنين بيعملوا جفاف فبنصحك بالترطيب. كنت بدي ارجع لسؤالك نرجع عن فك القطب شو سؤال كنا عم نحكي على القطب انه حضرتك ذكرتي انه شهرين بيرجع المريض لفك القطب كمان حيخضع اليوم للتخدير الموضعي او شلون طريقه فك القطب؟ لا فك القطب هي قطرة وبالعيادة بتتم إجراء كتير بسيط وسهل ما بده شيء بس برجع وبقول بوجود الفاكو يمكن يعني نادرا لنضطر للجراحة يعني إجراء سهل ما نصعب. طب هي دكتورة هذا المرض بيصيب العينتين بنفس الوقت؟ يعني هو بيصيب العينتين بس بيكون في فاصل بين العين والعين في حالات إذا أهمل المريض بيصيروا بيتساووا يعني بدون العينتين مع بعض في حالات لا بيكون في فاصل بين العينتين. دكتورة ذكرتي خلال حديثك موضوع ضبط السكر وقديش بيأثر على موضوع المية البيضاء بالعين خلينا نحكي أكثر مريض السكري شو عوامل الخطورة يلي موجودة عنده بهذا المرض؟ هلأ مريض السكري تأثير العيني للسكر كتير مهم السكر بيأثر على الأوعية الدقيقة بالعين والكلية والنهايات الأطراف فالمية البيضاء بتزداد احتماليتها عند مريض السكر. مريض السكري لازم يراجع طبيب العينية كل 3 لـ6 شهور بشكل دوري للتشخيص والعلاج. وغير حالات يمكن دائما مريض السكري بيعاني من هاي القصة انه هو مو بس بأمراض العين دائما مرض السكري احنا بنقول هذا المرض صح هو ممكن يكون علاجه بالحمية وبالأنسولين ولكن قد له تأثير على الجسم كان بالأعصاب ان كان بالعين يعني هو عن جد مرض بسموه اعتلال يعني من كثر ما داء السكري صحيح مثل ما قلتي بيأثر على الأعصاب على العين فالمراجعة الدورية كثير كتير مهمة هن بيفكروا انه ما عندهم شكاية لانه ممكن تكون الأذية محيطية مو بمركز النظر بيفكروا انه احنا ما عندنا شكاية بس المراجعة الدورية كل 3 لـ6 شهور او سنة حسب رأي الطبيب العينية انا عم بحكي كمان ممكن يكون طبيب الغدد هو اللي يكون له رأي انه يبعثوا لعند طبيب العينية ليراجعوا بشكل دوري. طيب دكتورة بالوقت المتبقي خلينا نقدم نصائح أخيرة بما يخص موضوع العين مي البيضة بالعين او اي نقطة بتحب تضوي عليها ونحن ما حكيناها. لا مثل ما حكيت اهم شيء انه المريض ما يهمل اي شكاية بالعينية كلها مهما كان من الدماء لتوصل لتدني القدرة البصرية تكون كلياتها شكايات إلى قيمة ويراجع طبيبه بشكل دوري. مثل ما حكيت بالنسبة للأطفال يعني الأهل بيقولوا أنه ما منخليهم مثلا يحضروا تلفزيون ولا موبايل ولا تاب ولا ما عم يقدر. طب إذا أردت أن تطاع فاطلب ما هو في المستطاع يعني الطفل التلفزيون أقل أذى من الأجهزة. هلأ بعمر فوق 6 سنوات تقريبا لحد عمر 20 سنة مسموح بساعتين قاعدة على الأجهزة موزعة قبل 6 سنين ممنوع منعاً باتاً الأجهزة الذكية أو الأجهزة التاب أو الكمبيوتر أبداً يعني أبداً صحيح مني وجري ما حدا بيقدر مني ما حدا بيقدر يلتزم بس يعني شوي إنه نحدد لهم وقت إن كل نص ساعة يروحوا يطلعوا لمنظر بعيد الشخص اللي مضطر يقعد ساعات طويلة يحط القطرة جنبه المرطبة مثل ما حكيت الضوء جنب الكمبيوتر تكون الزاوية صح بينه وبين الجهاز مشان حتى الرقبة حتى وضعية الظهر تكون مرتاح فيها في ناس شغلهم كله على الكمبيوتر يعني كمان كله على الكمبيوتر فقرات ورقبة النظارة الشمسية وأهميتها كثير مهمة النظارة الشمسية هاي الأشياء المهمة اللي لازم شوي يلتزموا فيها. طيب دكتورة ذكرتي القطرة اليوم نحن بنقدر ناخذها بشكل عشوائي من دون استشارة طبية وهل نحن مسموح لأن يعني بعدد قطرات كم مرة بالنهار كرمال تحافظ اليوم العين على ترطيبة؟ هلأ القطرة المرطبة للعين في لها نوعين نوع مع مادة حافظة ونوع بدون مادة حافظة صحيح. المادة الحافظة هي المؤذية ففي انواع بدون ماده حافظه بتكون اقل اذى هدي اجمالا قطرات سليمه ما لها مشاكل فيك تستخدميها بشكل عشوائي في كل حدا بيرتاح على نوع وعلى ماركه تجاريه في ناس هالماركه تناسبه المهم يلاقي شيء مثل ميك اب مثل الشيء اللي بناكله وبنشربه نفس المبدا هي ما بتاذي لا لانه هي كانك عم تشربي مي اذا شربتي مي وانت عطشانه كثير منيح نعم بترتوي اذا العين جافه
واذا شربتي مي وانت مانك بحاجته كمان ما ضايقنا. نعم. فهي ترطيب القطره المرطبه بيقدروا يستخدموها. قد ايه مده الاستخدام؟ يعني 3 لـ4 مرات بالنهار بيكون منيح، بس اذا في قاعده على الكمبيوتر تقريبا كل شيء ساعه ونص ساعتين مفروض نقطر. دكتوره سوسن الاحمد، بدنا نشكر حضورك لليوم وبنتمنى لك هيك يومك حلو يكون، والصحه والسلامه لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. شكرا دكتوره. شكرا لاستضافتكم دكتوره، نورتي صباحنا لليوم. شكرا.